وما كتبش عليكم البنات، انا ما بقيتش حاملهاش. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. قبل ما نبدا معكم في هذا الفيديو هذا، بغيت نقول لكم انا ما حاملهاش راسي وانا نهضر في هذا الشيء هذا، ولكن تكونوا كاملين شفتوا داك الفيديو ديال مراد هو الام ديالو. صراحه بزاف ديال الحاجات ما عجبونيش، وثلاث ايام ما صورت، ما درت حتى شي حاجه، حتى شي فيديو في قناتي، لحقاش ما قديتش نجي نصور وانايا مضروره ماشي حوايج. وما نكذبش عليكم البنات، هادشي انا ما بقيتش حامله. اول حاجه الفيديو انا تشفت بحالي بحالكم، قسما بالله تشفت بحالي بحال كاع الناس. انا اللي عارفه هو قال لي غنمشي للفيرما عند والديه باش يعصر هذاك العسل، غادي يعصرو صافي. هادشي اللي عارفه، حتى كنتفاجئ بداك الفيديو قلت راه عادي. فاش دخلت ليه لقيت بزاف ديال الحاجات اللي تقالوا، بزاف ديال انا كنشوف في الفيديو وغير بقيت غير كنشوف. مهم، هو كان سول الام ديالو زعما قدام كلشي، قال علاش مازال حاقده على فاطمه الزهراء ومشيتيش عندهم لدارهم، ورجعنا تزوجنا وداكشي، وما جاتش معاه لعندنا وكبرات بينا وداكشي، ما جاتش في مره. فسولها حتى ولاو الحوايج اخرين، بحال راكم تكونوا شفتوا بحال المساله ديال الحداقه، الشغل، الشقه. وحق الله البنات انا اللي كنبدا نهضر على هذا الشيء ديال الشقاوه هذا، ما كنبغيش كاع نهضر في هذا الشيء، عرفتي؟ واحد الغمه تجيني على قلبي. دابا غتشوفوني انا مستريسيه والغمه تتنزل لي على قلبي. علاش؟ حيت انا ملي كانت عندي 13 عام وانا هزه واحد المسؤوليه اللي كبيره، حيت ماما ملي ولدت خويا مرضات، ولات كتجي هذيك الطجه في الليل كتخرج. انا اللي هزيت المسؤوليه ديال خويا، كان باقي صغير، كنبدلو، كنعطيه الرضاعه ديالو، كان اي حاجه كيديروها الدراري الصغار انا اللي كنديرها لخويا. يعني انا كنت باقا صغيره، ما عنديش كاع تجربه للدراري الصغار لا والو. واختي حتى هي كانت باقا صغيره، هاجر كانت باقا صغيره، انا الكبيره فيهم، عندي 13 عام. فانا اللي كنت كندير كلشي، ماما ما كانتش كتقدر دير حتى شي حاجه، كانت مريضه شاده الارض. فهمتوا؟ يعني انايا دابا ملي هضرات على المساله ديال الحداقه، انا والله ما كنبغي شوف، ملي بديت معكم في يوتيوب ما عمرني ما جبدت شي حاجه ديال العيب فيهم ولا كاع. في مره ما كنبغيش كاع نهضر في هذا الشيء هذا، يعني كنتفادى. واخا بزاف الناس كيبقاو يسولوني كنتفاداه، ما كنبغيش نهضر في التفاصيل. ولكن شنو وقع هو فاش انا مشيت عندهم السبع ايام الاولى، من تما حكموا عليا. راكم عارفين البنت فاش يلاه كتزوج، يلاه كتولف مع الدار، يلاه مع دار راجلها، مع داكشي. فهمتوا؟ ما غاديش تقدر هي تنوض ديك الساعه وتبدا تدير في الشغل وفي الشقه، غادي تسمى بحال كطير، بحال ما في ديك باقا في ديك الدهشه. فصافي هما خداوها من ديك من تما شدوني. فصافي انايا زعما المساله ديال الحداقه وداكشي صافي، الشقا والطياب والعجينه وهادشي كامل البنات كاملين كيعرفوا يديروه، واللي ما كيعرفش راه كيمشي يشوف في يوتيوب. يعني هادشي هذا ما كاين لاش نهضروا فيه، يعني هادشي هذا راه عادي بزاف كاع. وانتم كتشوفوا حتى في الفيديوهات ديال البنات كتشوفوني بزاف ديال الحوايج كنديرهم، بزاف ديال الحوايج تعلمتهم من ماما. فالبنات هكا كيبقاو غاديين، وحنا البنات اصلا كيعجبنا الطياب، كيعجبنا نكتشفوا شحال من حاجه جديده. هادشي اللي مراد دار واحد الغلط في هذا الفيديو هذا، ما كانش خاصو بواحد الحاجه اللي انسيستاو عليها شي ناس وفهموها شويه في شكل. هي واحد الهضره اللي قال رقيتها ديال والديه، ما كانوش عارفين انه غادي يجي عندي، وما كانوش عارفين كاع، ومع ذلك زعما انا وافقت. هاد الهضره بالنصر ما كايناش. شنو وقع في الاول كاع؟ دابا غنقول لكم كل شيء. لحقاش بزاف الحوايج اللي تفهموا غلط، وجاو شي بنات كيقولوا لي شي هضره انا لا علاقه، وانا والله ما دايره شي حاجه، انايا ضحيه في هذا الشيء هذا كامل. المشكل الحاجه اللي وقعت هو قبل ما يجي عندنا مراد، قبل ما يجي عندنا للدار هضرت معاه في التليفون قبل ما يتبزع على باب دارنا. قلت له مراد واش والديك غادي يجيو معاك؟ خصهم قلت له ضروري يجيو معاك في هذا النهار هذا، حيت هذا نهار زوين وهذا، وغادي تجيو عندنا وان شاء الله يا ربي تصلح الامور وترجع المياه لمجاريها، خصهم يكونوا معاك في هذا النهار. قال لي راه قلتها لهم ولكن رفضوا، وقالوا لي راهم بحرك بحال هكا. يعني فاش شفت داك الفيديو تقال انا هما ما كانوش عارفين،
بحال انا تسميت خايبه وبحال والدي تسمو بحال عطاوني هكاك، ما عجبنيش الحال البنات. ما فهمتش مرات شنو جاه في داك الفيديو تا بقى كيقول هاد الشيء هذا، والله ما فهمت. فما كانش عليه يقول في حال هكا، خصو يقول اللي كاين. قلت ولكن ما رفضه عادي، لحقاش هاد الشيء هذا راه باين من الاول هما كانوا رافضين الفكره ديال، خصوصا اننا حنا كنا باغين نمشيو في هاد الايامات هادي. ما فهمتش علاش دار هاد الفيديو هذا بالضبط، والله ما فهمت. المهم نكمل لكم البنات كاع دوك الشيء اللي فهمتو غلط، انا غادي نفهمو لكم نيشان. بالنسبه ل بغاتني نسكن معاها في الدار، حيت قالت لهم انا ولدي عزيز عليا وبغيتو، ما بغيتوش، بغيت ولادو يكبروا معايا وبغيتو يسكن معايا، بغاتو يبقى ساكن معاها في الدار. شنو كنت كنقول لكم البنات انايا في قبل ما نرجعوا انا ومراد كاع، كنت كنقول لكم راه زعما انا ماشي ضد السكنه مع الوالدين نهائيا، ولكن راه كيوقعوا مشاكل، كيوقع العيب، فهمتوا؟ كيخرج العيب ضروري، ما كيوقع العيب، كيوقع بزاف ديال الخلافات اللي كيوقعوا فاش كي فاش فاش انا بعدا عن تجربتي بزاف ديال الحاجات اللي البنات. طلعت للسطح باش نكمل معاكم، لتحت كاين شويه صداع وانا بغا نهضر معاكم من القلب، واخا ما كاينش اضاءه زوينه وداكشي، المهم هو نكمل معاكم. قلت لكم الا عاودنا نفس الشيء وسكننا مع دار مراد بحال غنعاود نفس القصه وغادي نولي نرجع لدارنا. واخا من دابا انا كاين شي حوايج بحال دابا هادشي اللي دار مراد بحال بديت كنعيا، هادشي هذا بدا كيعييني، حيت هادشي ما كانش خاصو يكون. حنا دابا غادي نمشيو عندهم، ما كاينش علاش نجبدوا هادشي، وبحال دابا الشيء اللي قال من قبل ما كانوش عارفين، قال هو ما كانوش عارفين، ولكن راه في لي كومونتير كاملين كيقولوا له لا كان عليك تقولها لهم. هو قال لي انا راه قلتها لهم، ولكن قالوا لي عم بحرك. حاجه اخرى قالت له الام ديالو، هو ما نجي عندك حتى دير الدار ديالك، يعني ما نجي عندك نجي زعما عندك، زعما هي راه رافضه تماما الفكره انها تجي عندنا لدارنا لعندنا هنايا، يعني رافضها تماما، ما غاديش تجي نهائيا رافضها. فقالت له ما غادي نجي عندك حتى دير دارك، يعني حتى مراد يشري دارو وداكشي عاد باش يجي. فبزاف ديال التساؤلات اللي جاوني قالوا لي واش زعما مخاصمين مع بعضياتهم عائلتك وعائله مراد، هادشي عمرني ما بغيت نقوله وعمرني ما كنت بغيت نطرق ليه، ولكن بصح راهم ما تيهضروش مع بعضياتهم. يعني هما شتي الام ديال مراد كون جات عندنا وداكشي كنا غادي نرحبوا بها، ماليش نقول لكم واحد الترحاب اللي ما كاينش بحاله، انا هزوها فوق الراس. ولكن البنات ما جاتش وما بغاتش تجي. ف مراد فاش قال لي هكا من بعد ما حاول معاها وحاول ولكن كان رفض، فقلت ليه زعما ما تحكرش على الواحد شي حاجه ما باغيهاش بلا ما تحكر عليه. قلت له حنا غادي نمشيو عندها، حنا صغار غادي نمشيو عندها وغادي نصلحوا الامور وكل شيء، ولكن شوفوا شنو كيبقى يوقع من بعد. هانتوما بحال دابا شو دابا خرج بفيديو كيقول شي هضره لي بحال ضدي، بحال انا زعما بحال انا بغيتو هو جبتو عندي، وانا عارفه الام ديالو ما باغياش، وانا يا صافي قلت ماشي مشكل، بحال انا عارفه وليدي زعما ما باغينش، وانا قلت له ماشي مشكل داركم، ماشي مشكل، المهم هو انت ماشي هكاك البنات. يعني انا راني قلت لكم شنو وقع، انا قلتها له في الاول وقال لي فاطمة زهراء كلشي غادي يتصلح مع الوقت، كلشي غادي يتصلح، وكان واعدك وهادي وهادي. المهم هادشي اللي كاين البنات. بالنسبه لما بغاتش تجي عندنا للدار راه ما كيهضروش مع بعضياتهم، العائلات بجوج، العائله ديال ماما والعائله ديال مراد، هما عائله وحده ولكن ما كيهضروش مع بعضياتهم. ما فهمتش علاش ما تيهضروش نهائيا، يعني العلاقه مقطوعه ما بيناتهم. داك النهار انا درت فيديو قلت لكم راهم مزيان وهذا، ولكن الحقيقه راه هي هذه، يعني ما كيهضروش مع بعضياتهم. وماما قالت لي مرحبا بها، قالت لي زعما عقوسك الا بغات تجي مرحبا بها على الرسولين، تجي باب الدار مفتوح على كل جوايه، ما عندناش حتى شي مشكل. يعني ما يمكنش البنات الدار ديال البنت يمشيو عند الدار العريس كتجي شويه ناقصه، مادام انا نمشي وهذا ماشي مشكل، ولكن بالنسبه ليهم هما غادي تجي شويه طايحه، فهمتوا؟ فكنتمنى تكونوا فهمتوني انا في هذا الفيديو هذا، غادي نهضر معاكم بكل صراحه وبكل لحقاش بحال بقى فيا الحال، بزاف بقى فيا الحال على شي حوايج، بزاف ديال الحوايج اللي تقالوا
ولكن ما غاديش نانسيستي عليهم، انا غادي نانسيستي على هادشي اللي كيهمني انا. قيدت كلشي البنات هنايا باش باش نشرح لكم كل حاجه. انا ما بغاش مره نرجع للماضي ولا نهضر فيه، ولكن حسيت براسي تنقص مني بزاف، خصوصا نتوما عارفني انا ماشي شي وحده بنت الفشوش ولا كبرت في شي بلاصه اللي واو. انا بنت عادي وبسيطه لاقصى درجه، زعما ما فيهاش داك الفشوش، ولا غادي نقول لا ما نديرش هادي ولا ما نديرش هذيك الحاجه، ولا بالعكس انا في شكل بزاف اي حاجه كانوا كيحطوا فيها يديهم انا كنت كنحط يدي معاهم فيها، ما كنتش كاع في شي من بعد هذا الشيء. يعني انا غير في ديك الاول، انا نقول لكم غير ديك 7 ايام صافي، غير ديك 7 ايام صافي هي اللي فين كنت يلاه كي كنحاول نولف على الدار يلاه كي. حتى بالنسبه للمساله قالت لكم التطبيق حتى ل 11 صراحه في ديك الاولى البنات، يعني في ديك المرحله الاولى ديال الزواج ماشي، ما نقولش لكم انا يا راه مطوله بزاف، غنقول لكم فقط السيمانه الاولى صافي، يعني من بعد صافي وليت عادي اي حاجه كيديروها كنحاول نديرها معاهم، اي حاجه يديروا فيها يديهم انا كنحاول نولف معاهم بكل الطرق باش ما يحسوش بيا غريبه عليهم، فهمتوني؟ كما قلت لكم انا يا زعما بسيطه بزاف ماشي بنت الفشوش، ولا راه قلت لكم انا هزيت المسؤوليه على 13 عام، على 13 عام انا كنبدل خويا ليكوش، كندير ليه الرضاعه ديالو، كندير كلشي في الدار، ماما كتجي هذيك الطجاجيه في الليل تتخرج ومعاه بابا مسكين وكيخليو معايا خويا بوحدو باقي صغير كيخليوه معايا انا اللي كان، واختي حتى هي كانت باقا صغيره كنبقى انا معاهم بوحديتي، وكان عقلي ديك الساعه كبير، انا اللي انا بزاف ديال الحوايج اللي فاتوني في الصغر ما عشتهمش، وحق الله البنات بزاف ديال الحاجات فاتوني ما عشتهمش كاع نهائيا، انا بزاف ديال الحاجات اللي في حياتي تنتخطاهم، بزاف ديال الحاجات اللي كيمشيو هكا بالزربه في حياتي، ما كندوزهمش، ما كنحسش بديك الحلاوه ديالهم، ولا حتى في الصغر ديالي، غير باش تعرفوا، غير باش بزاف ديال الناس ما يديوش عليا واحد النظره اللي في شكل، ولا يقول لك لا وهي كانت ما عرفتش حقاش، راه جاوني شي ميساجات اللي في شكل وكيقولوا شي هضره اللي في شكل، خصوصا فاش قال لهم راه ما كانوش عارفين والديا وهذا، جاوني واحد الميساجات اللي ضروني في خاطري، وانا حسيت براسي انا الضحيه في هذا الشيء كامل، حسيت براسي انا ضحيه في هذا الشيء كامل، حقاش انا ما دايره والو، انا باغي نعيش حياه بسيطه، باغي نعيش حياه اللي هذا وحق الله مراد ما عجبني بهذا الفيديو اللي دار، ما عجبنيش نهائيا. فاش هضر معايا اللي غدا لي وداك الشيء، هضرت معاه في هذا الشيء قال لي فاطمه زهراء بغيتي نحيدو نحيدو، قلت له دابا غير خليه صافي، الناس راه خدات النظره اللي بغات وكل شيء، يعني انا يعني ما كانش عليك تقول، اولا ما كانش عليه يقول انا وما كانوش عارفين، حتى شردني انا بحال ما قلت له لا جيب والديك لا والو، فهمتوا؟ والمساله ديال هذه اللي عاد قلت لكم، وحتى بالتوضيح اللي بغاو الناس ديال الدار اللي قالت له ما نجيش عندك حتى دير دارك، انا هذا الشيء هذا كامل وبزاف ديال المشاكل اللي دازوا قسما بالله ما غاديش نقدر نقولها لكم، ولا غادي نقدر يعني في الاخر كنبقاو عائله، بزاف ديال الحاجات هكا اللي دازوه عرام ديال الحوايج اللي ما غاديش نقدر نقولهم لكم، ولكن مع ذلك قلت المراد فاش واخا ما جاتش هي اللي عندنا، واخا ما جاتش الام ديالو وداكشي، قلت له ماشي مشكل حنا نمشيو عندها عادي، هادشي هذا كيوقع، والام كتبقى ام وكتخاف على الولد ديالها وداكشي، حنا نمشيو عندها ها، ما عنديش ضرات مشكل ما عنديش، عمرني ما ذكرتها بشي حاجه ديال العيب ولا حتى شي حاجه، غير هادشي هذا بقى فيا شويه انها تقول فحال هكا يا شويه بقى فيا الحال، لحقاش الناس وبزاف ديال الناس اللي قالوا لي فاطمه زهراء ما يبقاش فيك الحازم، حنا عارفينك وكنشوفوا لي فيديو ديالك وعارف انك علاش قاده، انا ما كنت ماشي كنشكر لكم راسي البنات ولا كنقول لكم انا ولا ما حاش كان عندي نقول لكم، ولكن انا هزه واحد المسؤوليه اللي كبيره، نقدر نهز مسؤوليه ديال ما نعرف اش،
يعني انا كنشوف راسي قاده بزاف ديال الحاجات، ماشي كنشوف راسي يعني انا يا مقتوله كيف ما بنت في داك الفيديو، بنت بحال انا صافي ما قاده على والو، بحال شي وحده ضعيفه. وانا بالعكس ديال هادشي، انا بالعكس مادام انني تجاوزت هادشي وليت وقفت وليت درت بزاف ديال الحاجات وكنشوف راسي كندير بزاف ديال المجهودات الا وانا قويه، غير خاصني هادشي، خاصني بحال تدافعي على راسك، هادشي اللي كاين بحال تدافعي على راسك كتبين كتحيدي ديك الصوره اللي يقدروا يكونوا شافوك فيها الناس ماشي هي هذيك. هادشي اللي كاين، و هادشي اللي غادي نقول لكم البنات، هو انا بعدا ما عندي حتى شي مشكل، زعما ما عمرني ما قلت لمراد لا وعلاش ما تجيش امك وانا شنو درت ليها، ولا قسما بالله عمرني ما قلت له هاد الهضره، ولا شديتو هكا من عنقو كما كيقول لك كتزيروا المراه وداك الشيء باش يدير بزاف ديال الحاجات. انا عمرني ما قلت لها له، وبزاف الحوايج لحد الساعه ما تندخلش في مراد، يدير اللي بغى، يمشي فين ما بغى، يجي فين ما بغى، ما كندخلش بزاف ديال الحوايج ما كندخلش فيهم، ما كنبغيش ندير له ديك نزيرو بزاف. وحتى من الناحيه ديال مو ما كنهضرش معاها كاع عليها، تيقول لي فاطمه الزهراء نمشيو لدارنا وداكشي، كنقول له فوق ما كنتي مستعده، فوق ما بغيتي يلاه، فوق ما كانش عندك حتى شي حاجه، فوق ما يلاه نمشيو. حاجه اخرى قالتها الام ديال مراد، قالت لك كانت باغاني انا نربي ليها الكبده ولكن ما بغيتش ولا ما قدراتش، المهم شي حاجه بحال هكا. وانا كرهت، انا والله ما كرهت البنات، ما كرهتش كون ما وقعش كاع بيناتنا هادشي، وكون كانت بيناتنا واحد العلاقه اللي زوينه وطيبه وكلشي تقال كلشي. انا في طبيعي كنبغي اي حاجه تقال، اي حاجه ما يبقاش بنادم مخبي في خاطره من جهتي وما عجبهش شي حاجه وساكت عليها وكيتعامل معايا بطريقه اللي ما مزيانهش، وانا ما فاهمه والو، ما فهمت حتى شي حاجه، خاصو يقول لي اي حاجه كنبغي بنادم يقول لي، كنبغي الوضوح في اي حاجه، كنبغي الوضوح، ما كنبغيش داك البنادم يكتم في قلبه ويبقى هكاك ساكت، ويقدر يكون فهمها غلط، يقدر يكون بزاف ديال الحاجات. فانا ما كرهتش، ولكن كنت مراد حتى هو ما كانش مساعدني، كنت كنحس براسي انا بوحدي، هو بزاف ديال الحوايج اللي كان كيكون فيهم ضدي، ومن ابسط الحوايج كان كيكون مشكل، بحال ما قالت لكم كيكونوا كيكونوا على خير حتى كيهبطوا كيطلعوا كيطلعوا مدابزين ما كنعرفش شنو بعض الحاجات. بعض المرات كيقول لي يا ما درتيش ديك الحاجه، بحال دابا انا نقول لكم مثال، واخا انا ما باغاش نهضر في هادشي قسما بالله، ما حاملاش راسي وانا كنهضر هكا، ولكن خصني ضروري نوضح، خصوصا ما عرفتش واش حنا غنمشيو عندهم هاد الايام ولا، والله ما عرفت. هو وتقالت بحال ديك الهضره، ما كانش هادشي خاصو يكون نهائيا. قلت لكم البنات بحال ما كنكونوا جالسين هكا ولا شي حاجه، تنهبطوا تيقول لي ما درتيش ديك الحاجه، اي تنهبطوا لتحت كيبقى يعطيني القاصح، ما درتيش ديك الحاجه وعلاش ما درتيش هكا، وعلاش شي حاجه اللي بساط اللي نتوما ما تقدروش تشوفوهم ولا ما تقدروش كاع تركزوا عليهم نهائيا، ولكن هو تيقولهم تيقول لك علاش انت درتي هكا وعلاش درتي هكا، داك الشيء كيمرضني. يقولها بنادم غير بطريقه اللي زوينه وهي هذا غادي نفهم، ولكن بطريقه خايبه ويدخلها لك في دماغك، يدخل لك بزاف ديال الحوايج في دماغك هكا دقه وحده، انا ما بقيت فاهمه والو، بحال شي وحده هزيتيها من شي بلاصه وحطيتيها في واحد البلاصه ما فهمت حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما فهماتها، بقيت غير كنشوف. بعض المرات تنبقى هي جالسه وانا يا طايره ما عارفاش راسي واش جالسه ولا ناعسه ولا، وحق الله البنات فهاد الشيء اللي وقع. نقدر نقول لكم ان مراد كان سبب في بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الحاجات ما وضحهمش، بزاف ديال الحاجات كيعطيني انا يعني في الاول كاع مني والديك ما بغاونيش ما خصوش، كان خاصو يقول لهم انا باغي ديك السيده، يعني هو بحال انا نقول لكم شنو كان كيدير، كان كيدير الخاطر لوالديه والخاطر، وانا ما كيبينش ليا، زعما كيبين لي انا بحال راه عادي راكي غاده معايا في حياتي عادي، ولكن والدي راه كنبين لهم بانني انا ما باغيكش، فهمتوا هادشي اللي كان كيوقع، يعني بيني وبين والديه كيبين لهم انه راه ما باغينيش وهو معاهم، وبيني وبينه كيبين لي راه عادي وكيقول لي راكي غاده معايا في حياتي عادي، وكنت كنسولو كنقول له مراد واش كيبان لك حياتنا راه غاده عادي، زعما هادشي هذا ما كتزيدش فيه شويه، وكيقول لي لا هادشي هذا تيوقع ما بين اي جوج مزوجين راه كيوقع بحال هادشي هذا، خصوصا انني كنت على نيتي
ما كنأسيستيش على بزاف د الحوايج واخا كيكونوا كبار ما كنأسيستيش عليهم، صافي كندوزهم بالصبر وكنسكت، كنقول في كلشي دابا يتصلح مع الوقت، ولكن ما تصلح والو، يعني غادي الحاجه غدا كل الحوايج غادي تتعقدوا. فانا كنقول ليه من هنايا هذاك الشيء داز دابا وهضرنا فيه دابا ووضحت شي حوايج كانوا فيه، باش نتوما ما بقاش عندكم واحد الفكره اللي ناقصه ولا شي حاجه بحال هكايا باش تفهموا. ولكن من هنا للفوق راه ما خصوش يبقى يدير بحال هكا، حتى هذا الشيء غادي يضر، غادي انا غادي يطلع ليا فراسي وغادي نعيا، وانا بديت كنعيا وغادي نعيا وصافي وغادي نخلي كل شيء. فمن الاحسن يكون وضوح في اي حاجه. ها هو ما كانش وضوح في الفيديو ديالو هو والام ديالو، ما كانش وضوح في المجي ديالهم عندنا، ما كانش وضوح وخداوها الناس بواحد الشكل اللي خاطئ. فمن هنايا كنقول له كل شيء، انا كنبغي كل شيء يكون موضح، كل شيء كنبغي يكون هو هذاك، ما كنبغيش ديك بنادم كاتم في قلبه وساكت، وما كنبغيهاش كاع نهائيا، ما كنبغيهاش. صافي عندك شي حاجه ولا شي مشكل معايا ولا اجي واجهني، وانا كنقبل المواجهه كيف ما كانت كنقبلها، ونتناقش مع بنادم عادي ونفهمو عادي بشويه بواحد الهدف، انا ما كنتعصبش نهائيا، غير باش ما نوصلوش للنهايه عاوتاني مره اخرى ويوقعوا بيناتنا عاوتاني مشاكل ويوقعوا شو البنات. انا يرى غير شويه كنمرض، غير شويه ولا نهضر في المشاكل غير شويه تتبان لي على وجهي، غير شويه من هذا الشيء تيبان لي على وجهي. ف هذا كان توضيح بالنسبه لهذا الشيء، هذا كنتمنى نكون وضحت لكم كل شيء. فكل شيء كتبته هنايا باش اي نقطه نشرحها لكم، اي نقطه شفتها كيهضروا لي عليها الناس ولا كي يصيفطوا لي فيها ميساجات ولا كيهضروا لي فيها في الكومونتير كنحاول نشرحها. حيت دابا نتوما وليتوا انتوما عارفني بزاف، انا معاشره معاكم دابا راه تقريبا عام وانا معاكم في يوتيوب ياكو، بزاف الحوايج اللي عرفتوهم عليا، بزاف الحوايج اللي عرفتوني انايا شويه نيه وفي شكل وعلى نيتي، وبزاف الحاجات عرفتوهم عليا. فاي من هضرتي غادي تفهموني، بزاف البنات منكم من هضرتي كيفهموني. فعليا باش جيت وشرحت لكم البنات هذا الشيء هذا كامل وهضرت معكم هكا من القلب، من قلبي ماشي من العروقه ديال قلبي، وحق الله غادي تشوفوا في وجهي التعب، ما حدي انا كنهضر وانا غادا معكم في الفيديو وانا كنتعب والله. ولكن حاجه اخرى تفكرتها البنات هو فاش قال لها مراد علاش باقا حاقده على فاطمه الزهراء، قالت له انا ما حاقداش، انا حاقده عليك نتايا، ولكن هو راه حداها، انا اللي ما جاتش عندي، وانا اللي ما زعما ما بغاتش تهضر معايا في الاول وبزاف ديال الحاجات، زعما هو راه كتهضر معاه عادي واخا حقدات عليه سامحاته، ولكن انا ما درت والو، انا ما درت حتى شي حاجه، زعما عمرني ما غلطت فيها ولا قلت ولا قلت ليها تاه بالزربه، عمرني في مره مراد ياكد لكم هذا الشيء هذا. وحتى هي فاش قالت لكم واش عمرني فيقتها، واش عمرني انا شرحت لكم هذيك في الاول، هذيك كانت في اليامات الاولى، يعني في السيمانه الاولى، صافي من بعد صافي ولات فاطمه الزهراء غاد معاهم في السيستيم ديالهم هكا عادي جدا، غير هو كيوقعوا ضروري ما كيوقعوا الغيارات الناس، فاش كيكون الابن ساكن مع الام ديالو ضروري ما كيوقعوا الغيارات عليها. باش قلت لكم ما غاديش نقدر نسكن، وزعما هي واخا قالت انا يا ولدي بغيتو يسكن معايا وبغيت ولادو يكبروا معايا، ما غاديش نقدر نهائيا، واش غادي نقدر الا كملنا انا ومراد وكلشي داز هو هذاك وهذا، راه ما غاديش نقدر نهائيا. علاش؟ حيت انا عارفه شنو داز، ما نبغيش نعاود نفس التجربه، وما نبغيش نعاود نفس الحوايج اللي دازوا عليا، ونفس ما كنتفكرهم كتجيني البكيه، ما نقدرش. ماشي غنقول لكم انا كانت خايبه معايا لواحد الدرجه، ولكن ماشي كاع هادشي، ولكن انا ما نبغيش، صافي نبغي نعيش هكا كالم وغير بسيطه وصافي، يعني كل واحد يعيش حياته بطريقته وصافي، هادشي اللي نبغي. ملي كتكوني دايزه من واحد التجربه وكتكوني مضروره في خاطرك صافي، ما كتبغيش تولي تعاوديها مره اخرى، وانا ما مستعداش البنات نترس جوج مرات، ما مستعداش. عرفتي الا ترست المره الثانيه راه مشكله، واخا غنبان لكم في الفيديو كنقول لكم انا يا قويه وانا يا وغادي نصبر وانا، ولكن راه داك الشيء غير قدام الكاميرا، ولكن من مور الكاميرا كيكونوا حاجه اخرى، كيكون البنت دغيا كتهرس في البلاصه، خصوصا من هاد الناحيه ديال الزواج، وهذا دغيا تتهرس، دغيا تقدري ترسيها، دغيا تقدري دغيا
فما غاديش نقدر على البنات. انا نكون معكم صريحه جدا، ماشي انا خايبه ولا، ولكن غير يعني ما نبغيش تدوز عليا مره اخرى، ما نبغيش عاوتاني تسمع عليا مره اخرى عاوتاني راه صافي فشلات في زواجها. واخا انا ما كنتياش نهائيا في هضره الناس، هضره الناس ما كنتياش زعما، واخا راه دازت عليا فاش كنت مطلقه المره الاولى، ها هي مطلقه هي رجعت لدارهم، ها هي خصوصا فاش جلست في دارنا واحد المده اللي طويله بزاف ما عرفتش شحال ديال الوقت، فسمعتها بزاف ودنيتها تعاود كتعاود كتعاود، ولكن ما ديتهاش في الحال. صافي قلت فاطمه الزهراء خصك تجمعي راسك وتزيدي، ما تدوريش. ديتها في الحال المره، في المره الاولى ديتها في الحال وضرني خاطري، نتوما عارفين فاش كتكونوا ساكنين في حي شعبي وضروري ما تدور الهضره، ضروري ما فهمتوا يعني حنا ماشي ساكنين في شي حي اللي غنقول لكم حتى واحد ما كيعرف اخبار الاخر ولا يعني كان حي شعبي، فضروري ما غادي الهضره تدور، غادي يهضروا فيك غادي. ولكن كانت تبقى فيا الحال في الاول، ولكن من بعد صافي شديت راسي وقلت فاطمه الزهراء ما غاديش تولي طايحه مره اخرى، خاصك تكوني واقفه على رجليك وخاصك تكملي، غير انا ما مستعداش نعاودها مره اخرى الصراحه، والله ما مستعداش حيت ما عندي لا القوه ليها ولا حتى شي حاجه. عاد قلتها المراد هادي اي فاش جا عندنا داك المره فطر معانا قبل ما يدير هذا الفيديو هذا، قلتها له، قلت له مراد انا جهدي كله كنكونوا كنهضروا كنقولوا جهدي كله عطيته في الزواج الاول، وانت عارف يعني ما مستعداش انايا ديما تنديرها له فراسو باش ديما يكون داير معايا اتونسيون، باش ما حيت انا البنات راه والله مدخوله في صحتي وبزاف، ابار السحر ابار داكشي كامل مدخوله في صحتي، والله مدخوله بزاف، انا اللي كنحس براسي كيفاش دايره، وانا اللي ولكن مع ذلك كنوقف باش تعرفوا انني ماشي ضعيفه ولا ماشي كيف ما هضروا عليا في الفيديو، ماشي حتى لديك الدرجه، بالعكس انا هي كتكون واصله بيا ما نعرف فين العظم، ولكن كنوقف كنوقف وكنزيد وكنكمل، كنقول فاطمه الزهراء ما غاديش توقفي في هذا الشيء، ما غاديش توقفي هنايا مازال طرق قدامك، وكنقول واخا يبقى فيا غير عرق واحد كيخبط غادي نبقى واقفه. فهادي هي هكا وليت، غير انا كيف قلت لكم البنات ما مستعداش نولي نعاود، خايفه في السطح كل مره تشوف هنايا شوف هنايا ما غير بوحدي، قلت لكم ما مستعداش نعاود التجربه بزاف ديال المرات، والله فاش كنهضر معكم الا كنرتاح، والله ما قديتش كيف قلت لكم ندير معكم حتى فيديو، بزاف ديال الفيديوهات اللي كانوا عندي في راسي وقلت غادي نديرهم مع البنات، وفات 3 ايام هذه كنقول غادي نديرهم قلت غادي نشارك معهم بزاف ديال الحاجات، ولكن والله ما قديت، فيما كنهز الكاميرا وكنحطها تنقول بزاف ديال الحاجات اللي تقالوا عليا في داك الفيديو، والناس شافوا عليا واحد النظره في شكل يقول لك غير انا في شي شكل وتتبقى دير علينا بحال هكا وما نعرف، صافي وانا نحط الكاميرا اليوم قدامي قلت غادي نقول للبنات كلشي، وهذا الفيديو هذا اللي كنديرو ماشي في خبر مراد، وهكا غادي هضرت فيه بكل صراحه، لحقاش انا ما تيعجبنيش الغموض في العلاقه، كيعجبني الوضوح باش كلشي يكون موضح، حتى شي حاجه ما تبقى راه البنات راه ما كاينش اللي كيقتلني قد داك الغموض في العلاقه الزوجيه، عرفتي راه ما كتكملش قسما بالله ما تكملي الا بقات بحال هكايا، شتي الا بقينا هكايا وداك الغموض ويمشي من مورايا ويدير حاجه من مور ظهري راه والله ما غتكمل، انا نطولو تنطولو وفي الاخر غادي يوقع لينا كيف الاول، فمن الاحسن نقولها له من هنايا كل شيء يكون موضح وكل شيء بيناتنا يكون تكون الصراحة مع بعضياتنا، حتى شي حاجة ما تكون ديك غم 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 كما كيقولوا. صافي البنات المهم حتى لنا نكون وصلنا لخرة الفيديو، سمحوا لي الا طولت عليكم ولا نقدر نكون عاودت لكم شي هضره ولا عاودت لكم زعما الهضره بزاف ديال المرات، ولا نقدر نكون درتها لحقاش ما تنعقلش نقول لكم الحاجه ونبقى نعاودها لكم بزاف ديال المرات كاع ما تنعقل راني قلتها. صافي البنات هادشي اللي كاين، تهلاو ليا في راسكم مع فيديو جاي ان شاء الله، كنبغيكم بزاف وشكرا على الوقفه ديالكم معايا، شكرا لكاع الناس اللي جاو عندي الانستغرام تقولوا لي فاطمه الزهراء ما يبقاش فيك الحال، وكيسولوا فيا فين غبرت وفين مشيت، ما غبرت فين انا غير مع هادشي يعني ما تشدرني في خاطري و عليها باش ما قديت نصور لكم والو، والله ضريت في خاطري بزاف، انا واحد الانسان اللي في شكل في قوه ما كنمشي مع بنادم بنيتي فاش كيدير معايا شي حاجه واخا غير صغيره كتبقى فيا الحال بزاف، كنقول علاش اللي يدير معايا بحال هكا، فهمتوا سبحان الله انا دايره بحال هكا ما فهمتش، واش انا الا كنت غلطه قولوا لي في لي كومونتير واش الا كنت غلطه في هذا الشيء، ولا زعما ما كانش عليا نهضر في هذا الشيء ولا ما كانش عليا كنحط هذا الفيديو قولوها لي في لي كومونتير،
لحقاش انايا هكا دايره، ما كنبغيش ما كنبغي لا الغموض ولا حتى شي حاجه، كنبغي كل شيء يكون متوضح، وما كنبغيش الناس تاخذ عليا شي نظره وانا ما فياش كاع. كنبغي تشوف فيا ديك، كنبغيكم تشوفوا ديك فاطمه الزهراء ديال كل نهار، عاديه فاطمه الزهراء عاديه، خصوصا في هاد الايام الاخرى وفي هاد الشهور الاخرين كتشوفوا فاطمه الزهراء عاديه ديال كل نهار مع عائلتها. فاطمه الزهراء حقيقيه، ما كاينش زعما داك التصنعات وداك الشيء. انا باش نقول لكم انا واحد البنت اللي بسيطه، وتتشوفوها في لي فيديو ديالي راكم كتشوفوا البساطه ديالي لاقصى حد. ف بالنسبه اللي قال لي في لي كومونتير في الانستغرام فيك الفشوش ولا كديريها بالعاني ولا بالنسبه لداك الشيء اللي عاودت الام ديال مراد، انا والله ما فيا هذا الشيء قسما بالله. انا والله ما كبرت في ديك الرفاهيه وفي داك هذا باش غادي يكون فيا الفشوش. انا كبرت في واحد الحي اللي بسيط، في واحد الدار اللي بسيطه، ماشي تدار، انا معاوده لكم كل شيء، ماشي تدار، كبره في واحد الحاجه اللي بسيطه لاقصى حد. فما غاديش زعما نتفشش ولا ما كنعرفش الفشوش كاع ما غادي نعرف، لو واخا نبغي نتفشش كاع ما غادي نعرف. فانا كنمشي على طبيعتي وصافي البنات. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني، وكنتمنى نكون كنت خفيفه على قلوبكم. ان شاء الله يا ربي يكون من هنا للقدام يكون خير. وخا صراحه ملي كيوقعوا بحال هاد الحوايج كيبقاو يجوني بزاف الافكار، كنقول واقيلا هادشي ما غاديش يكمل ولا نقول لكم بصراحه، ولكن المهم ان شاء الله يكون خير. صافي البنات، المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، تسمحوا لي طولت عليكم. السلام عليكم مع فيديو جاي. سلام.